اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الاقوال المرويه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح تسعه اشهر قمريه وان للزمان ان ينجلي عنه صداه حضر امه ليله مولده اسيه ومريم في نسوه من الحظيره القدسيه وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا, مرحبا جد الحسين مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور انت شمس انت بدر انت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصاف المبرد وردنا يوم النشور ما راينا العيسى حنت بالسوره الا اليك والغمامه قد اظلت والملا صلوا عليك واتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك الظبي النفور عندما شد المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدم اسائل قلت كيف لي يا دليل وتحمل لي رسائل ايها الشوق الجزيل نحو هاتيك المنازل بالعشي والبكور كل من في الكون هام فيك يا باه الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين في معانيك الأنام قد تبدت حائرين أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفيرا فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير فأغيثني وأجيرني يا مجير من السعير يا غياثي يا ملاذي في مهمات الامور سعد عبد قد تملى وانجلى انه الحزين فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين ليس أزكى منك أصلا قد يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت سنت دار المساوئ ومكيل العثرات عالم السر واخفى مستجيب الدعوات رب ارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات. رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات ومحيا كالشمس منك مضيء اسفرت انه ليله غراء ليله المولد الذي كان للدين سرر بيومه وسدها يوم نالت بوضعه ابنه وهب من فخار ما لم تنله النساء واتت قومها بافضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالئ الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف ان قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف ائمه ذو روايه ورويه فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غايه مرامه ومرماه انطر اللهم قبره الكريم بأرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه